اول حاجه عايزينها من الرئيس اللي جاي ان شاء الله، بنقول تحقيق العدل لكل طوائف المجتمع، تحقيق العدل لكل طوائف المجتمع، المسلمين والمسيحيين والفقراء، وبسط العدل لكل الناس. يعني اول قضيه العدل، لان بالعدل حضرتك هيشمل بقى كل القواضي اللي انا ممكن اللي احنا عايزينها. العدل يتحقق يجي بعد كده الامن والامان والرخاء والاستقرار، كل دور العدل. مفيش عدل يبقى كل اللي عدى ده مش هيتحقق. العداله الاجتماعيه، يعني مفيش ناس تاخد مرتبات حضرتك 50,000 و60,000 و30,000 وناس تاخد 1000 جنيه و900 جنيه. وفي نفس الوقت لو حتى حد زياده الرواتب ما يقلش، ما يرفعش اسعار الحاجه. يعني انا واخد مأخذ 2000 جنيه او 3000 جنيه يزيدوا لي 30%، وفي نفس الوقت لا اسعار كل حاجه غليت. ازازه الزيت زمان كانت بجنيه، دلوقتي بقى ب8 جنيه. انا مش حاسس بمرتب، انا راجل شغال شيف في فندق باخد 4000 جنيه في الشهر، مش حاسس بيهم. مش بتمتع باي مرتب ولا اي حاجه. يعني المفروض كان 4000 جنيه زمان ايام والدي وايام الناس دي كان بتبقى مرتب، يعني الواحد يعيش بيه ويعرف يعمل العداله الاجتماعيه ويعني يكون اسره كويسه. انما دلوقتي باخد مرتب مش حاسس باي حاجه خالص، ولا عارف اعمل اي حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده، لان كل الاسعار عندنا مرتفعه كل حاجه. وفي نفس الوقت بلاقي الحاجه اللي عندنا موجوده، يعني مثلا يعني مواد البناء بتتصدر بره باسعار رخيصه جدا، وفي مصر تتباع بسعر غالي جدا. العداله الاجتماعيه، الفساد اللي موجود مش هيطلع من يوم وليله. يعني الفساد اللي موجود مش هيعالجه من يوم وليله، هو وراه ملفات كتير. بس السؤال اللي بساله هنا، ليه انصار ده وانصار ده في خلاف بينهم؟ احنا عايزين ناس تحكم البلد تحت شرعيه مؤكده. توجه رساله معينه لانصار ده وانصار ده، احنا لسه ما نعرفش النتيجه. لانصار ده وانصار ده تقول لهم ايه؟ الهدوء وربنا يولي من يصلح. يهمني الاقتصاد بتاع بلدي، لان طبعا احنا في الفتره اللي فاتت دي البلد منهاره تماما اقتصاد داخليا وخارجيا. نبص الاقتصاد، نبص لفرص تشغيل للشباب، نبص ان احنا نحاول نفتح فرص جديده عشان خاطر الاقتصاد يعم علينا تاني. البطاله، نوفر عماله، عندنا شباب كتير جدا وايده فعاله وكله نشاط وكله فعاليه، بذلك دليل الموجود في التحرير النهارده عندنا كميه شباب بمهوله، درجه مهوله. عندنا عماله داخل مصر مش مصريه وشغاله على ارض مصريه وبتنتج انتاج مصري. طب ليه العماله الاجنبيه دي تشتغل جوه مصر واحنا شبابنا اولى بالشغل دوت؟ دي نقطه مهمه جدا لازم كل المسؤولين يبصوا عليها. اولا انه يعمل توفيق ما بين القوى السياسيه كلها، ما يبقاش رئيس جاي عشان عايز كرسي. لا، اذا كان عايز كرسي يتكل على الله. احنا عايزين واحد عايز وطن، عايز يحافظ على وطن. لو قدر يلم شمل كافة الطوائف المصرية اللي موجودة والأحزاب السياسية، هيبقى كده هيعبر بمصر إلى بر الأمان. خلاف كده ما أعتقدش، سواء مرسي أو شفيق، أو لو جابوا ملك وما عملش كده مش هنعدي البر الأمان بالبلد. والله أولويات أي رئيس، سواء كان الدكتور مرسي أو سيادة الفريق أحمد شفيق، اهم حاجه المصالحه الوطنيه. طبعا المرشحين بتوع فريق شفيق لازم يعني كل الاطراف كلها، كل شعب مصر يكون كله طائفه واحده عشان نسيب المركب. والمفروض يعني سياده الفريق لو فاز او الدكتور مرسي، ايهما فاز عليه ان هو يثبت لمن لم يختاروه ان هم كان يجب ان يختاروه بايه؟ بتنفيذ المشروعات او الحاجات اللي هو حطها في البرنامج بتاعه. هذا او ذاك، احنا دلوقتي مصلحتنا اهم حاجه مصر تكون او تسير في الطريق اللي هو هنترتب عليه ان احنا نكون في الامان. الباخره سايره، مش عايز اقول مين اللي لا مؤاخذه، مين اللي اثقى بالباخره عشان تغرق. انا عايز اقول ايه؟ اسير بالباخره عشان اوصل بيها بر الامان. يفتح صفحه جديده مع الناس كلها في سبيل ان هو يبطل لنا سرقه الغسيل، واحنا عملنا المزارات دي ليه؟ من كتر الجوع، صح؟ احنا عندنا الغسيل بيتسرق، شباشب من قدام الجامع بيتسرق، بيجي الكهربائي ما نلاقيش حق وصل النور، بيجي بتاع المايه ما نلاقيش حق وصل المايه. انا نفسي اي رئيس يمسك بس يبقى في ستر، نفتح صفحه جديده. انا نفسي افتح صفحه جديده مع حسني مبارك، مع اسرائيل، مع اي حد. ما اهم حاجه ان البلد يبقى فيها ستر، يبقى ما فيش حد جعان، ما فيش علامه عربيه تتسرق. احنا بنسرق دلوقتي موبايل ب 30 جنيه، في موبايلات دلوقتي بتتسرق لغايه 5 جنيه بتتسرق. احنا نفسنا نبطل الكلام ده. بطاله وشوفوا الشباب في البلد بس. وشوفوا الناس التعبانه الفقيره دي كلها. حضرتك واحنا دلوقتي الناس كلها، يعني في واحد بياخد 1000 مليون جنيه وفي واحد بياخد 100 جنيه. هتيجي ازاي حضرتك؟
بس يعني احنا عايزين من ربنا ويطلب من ربنا اي رئيس يمسكنا رئيس جمهوريه تقي ربنا في الناس دي وفي الشعب المصري ده كله، علشان احنا مش لاقيين بصراحه ربنا. احنا انا واحد شغال في اتنين العام، هو بشتغل من الساعه 4 الصبح لحد اخر النهار، مش قادر اقول لك بقى، مش قادر. مرتبي 300 جنيه اساسي، راتبي 300 جنيه اساسي، وبقالي كم من سنه 94 تعيني 94 ومرتبي 314 جنيه اساسي بالظبط حضرتك. فاحنا دلوقتي انت عايزين رئيس يطير ربنا فينا وفي البلد، الامن في البلد ان تستقر ويبقى في امن في البلد من جميع نواحيه. يعني ثانيا الاقتصاد برضو يراعي الاقتصاد في حيث النمو والاستقرار، والاموال الخارجية الاستثمار الخارجي يرجع. عايزينه يتقي الله فينا وفي مصر كلها ويشغل الناس البطاله ديت، في شباب كتير قوي قاعده مش ما بتشتغلش. اول قضيه يفتحها هي توظيف الشباب واسترداد القطاع العام اللي قامت البتاع الحكومات السابقه المتتاليه ببيعه بالمحسوبيات وبالوساطه وبالكلام اللي مش مظبوط ده. فيا ريت يسترد شركات مصر، ويا ريت يسترد املاك الشعب اللي الرئيس عبد الناصر عملها واسسها وقال دي ملك للشعب من الشعب والى الشعب. فنسال الحاجات دي كلها تسترد تاني. كل شركه وكل مصنع انباع بالظلم والطغيان وانطرد عماله منه اللي هم اصلا في اشد الاحتياج للقمه العيش، الناس دي ترجع شغلها معظمه مكرمه، والحكومه المصريه المنتخبه اللي جايه عن طريق رئيس منتخب وانتخابات نزيهه حره زي اللي تمت دي هي تقوم طبعا بايه؟ برجوع الموظفين لعملها والاستقرار والامن البلد ان شاء الله. الامن طبعا اول حاجه، الامن عايزين نعيش في مصر في امن زي ما كنا الاول عايشين، ويبقى في استقرار ونحس ان احنا عايشين في بلدنا فعلا، مش ان احنا بقى عايشين كده. الواحد بيبقى ينزل يبقى خايف، رايح مشوار خايف، خايف على اولاده، خايف على بناته. طبعا لازم الامن الاول. أرسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم التي التقطتموها عبر هواتفكم المحمولة أو كاميراتكم الشخصية. قم بتصوير ما يدور حولك من أحداث وفعاليات، وكن مراسلنا في محافظتك، في بلدك، في شارعك. أرسلوا لنا ما لديكم عبر البريد الإلكتروني agmvlogger@aljazeera.net.